بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة. كأنما الدنيا تماما أصبحت في قفضتي، أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، بقبلة من طفلتي. لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة، بعد تلك القبلة. وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها. بابا أتى يا فرحتي، أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة. أسألها من جاءكم؟ تقول جاءت جدتي، وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي. مهلا أيا صغيرتي، هل جاء كل الأسرة؟ وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة، تجيئني مسرعة توقظني من غفوتي. بابا كسرت لعبتي، بابا كسرت لعبتي. وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي، بابا نكست جزمتي. لكنني أنهرها، هيا اخرجي من حجرتي، هيا اخرجي من حجرتي. يا لك من مؤذية ثرثارة، هيا اصمتي. تقول لي يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، نغفو معا في الغرفة. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة، حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجة، تنام في حجري فأثنيها تجاه القبلة، ثم أعود بعدها مستغرقا في نومتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. وخطوة سحرية تنساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة. كأنما الدنيا تماما أصبحت في قفضتي، أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، بقبلة من طفلتي. لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة، بعد تلك القبلة. وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها.
أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة، أسألها من جاءكم؟ تقول جاءت جدتي، وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي. مهلا أيا صغيرتي، هل جاء كل الأسرة؟ وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة، تجيئني مسرعة توقظني من غفوتي. بابا كسرت لعبتي، بابا كسرت لعبتي، وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي، بابا نكست جزمتي، لكنني أنهرها أن يخرجي من حجرتي، أن يخرجي من حجرتي. يا لك من مؤذية ثرثارة، هيا اصمتي. تقول لي يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، نغفو معا في الغرفة. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندها أحملها على كفوف الرحمة، إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي. وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة، حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجة، تنام في حجري فأثنيها تجاه القبلة، ثم أعود بعدها مستغرقا في نومتي. بنيتي بنيتي، مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي، مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، في العمر فهي فتنتي. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مقلتي. بنيتي بنيتي، مقامها في مهجتي، مقامها في مهجتي. إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي، فهي فتنة. يا فتنة خلابة منحتها محبتي، فكلها براءة تقر منها مغلتي. وخطوة سحرية تساب مثل النسمة، وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة، كأنما الدنيا تماما أصبحت في قفضتي. أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي، بقبلة من طفلتي، لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة، بعد تلك قبلتي. وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت، أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها. بابا أتى يا فرحتي، أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة، أسألها من جاءكم؟ تقول جاءت جدتي، وجاء جدي راشد وخالتي وعمتي. مهلا أيا صغيرتي، هل جاء كل الأسرة؟ وحينما أغفو تماما بعد أكل الكبسة، تجيئني مسرعة توقظني من غفوتي. بابا كسرت لعبتي، بابا كسرت لعبتي، وتارة تقول لي بابا نكست جزمتي، بابا نكست جزمتي، لكنني أنهرها أن يخرجي من حجرتي، أن يخرجي من حجرتي. يا لك من مؤذية ثرثارة، هيا اصمتي. تقول لي يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي، نغفو معا في الغرفة. وعندها أحملها
على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندما أبدأ في حكايتي للحلوة حكايتي الذئب الذي أراد أكل النعجة تنام في حجري فأثنيها تجاه القبلة ثم أعود بعدها مستغرقا في نومتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مقلتي فكلها براءة تقر منها مقلتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي يا فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مقلتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي فهي فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها براءة تقر منها مغلتي وخطوة سحرية تساب مثل النسمة وحينما تبسم لي تأسرني بالبسمة كأنما الدنيا تماما أصبحت في قفضتي أبدأ يومي دائما بقبلة من طفلتي لأنني أعود طفلا بعد تلك القبلة وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي.